وينضم الآن إلينا من كاليفورنيا عبر الإنترنت هوبسون لين، مدرس علوم البيانات وخصوصية البيانات والسياسة في جامعة كاليفورنيا فرع سان دييغو. أهلا بك هوبسون. يعني قبل فترة ليست بالبعيدة كان يتم التسويق لتقنية الفايف جي على أنها المنقذ، على أنها تحمل الحلول لكل شيء، والآن يبدو الموضوع مختلف تماماً. هل كان في مبالغة أصلاً من الأساس؟ كلا، لا أعتقد ذلك. أعتقد أن الجيل الخامس 5G يعتبر ثورة تكنولوجية تسمح لنا بالقيام بعمليات كبيرة في على الإنترنت على شكل برمجيات وليس أجهزة ثقيلة، وبالتالي إضافة إلى بعض السمات والخصائص الأخرى في المستقبل. هوبسون، رغم أن ظاهر هذه المشكلة هو تقني، ولكن هل تعتقد أن خلفيتها سياسية بالدرجة الأولى؟ أعتقد أن هذا قد يكون أحد الدوافع التي تدفع بكثير من العقوبات التي فرضت على هواوي والكثير من المصنعين الأخرى لهذه الرقائق في الصين. التحدي هو أنه الكثير من المنظمات والحكومات كانت في الماضي قد كانت تطلب أن يكون هناك باب خلفية لكل نوع من التكنولوجيا، وذلك لتفادي بعض أنواع الاتصالات بما يسمح لهم القيام ما يشتهونه على الشبكة العنكبوتية. كيف تفسر أن هناك من يحاول أن يقلل من أهمية هذا الخرق كما وصفته، وبالفعل هناك من يتحدث على أنه التعويل الأساسي هو الآن على تقوية تقنية 6G التي يعمل عليها اليابانيون؟ نحن لم نرى 5G بعد، وبدأ الحديث عن 6G، حدثنا عن هذا. مرة أخرى أقول أن هذا أمر يتعلق بالسياسات الدولية والتحالفات المختلفة بين الدول والمنظمات المختلفة، وهذه الدول لديها دوافع كثيرة مختلفة لتفضيل منطقة على أخرى في العالم لعملها. كثير من الدول تحالف مع اليابان، وكثير أخر تتحالف وتنضم إلى الصين، وهذه المجموعات المختلفة من الدول لديهم دوافع مختلفة لتشجيع نوع معين من التكنولوجيا على حساب النوع الآخر. هوبسون لين، مدرس علوم البيانات وخصوصية البيانات والسياسية والسياسة عفوا في جامعة كاليفورنيا سان دييغو، شكرا لك. إشارة لأنه 500,000 في منطقة الخليج يستخدمون الـ 5G أصلا، والمخطط بالوصول إلى عام 2023 أن